خد التشيلي لارتورو وليونيل ميسي في عداد الليغا 25 لا يا لويس باس كورنر اول ركنيات المباراه كره ليونيل يمشي ميسي ميسي خطيره بالراس والركنيه الثانيه اتلتيكو هكذا يقبل او لا يقبل هاك روبرتو البوتو بتاع البرسا بدا يسخر بدا يقرب هيا هيا الكره العرضيه وبرافو الطويل يا نوبلاك كورتو رقم 30 تصدي ميدو سيرجي روبرتو سيرجي سيميدو سيميدو وخطا ل سيرجي روبرتو على ليمار ترجع الكره ليونيل ميسي يمشي بالكره طويله سالي لوبلاك صراحه اللي متعه وايثاره المباراه في مواجهات اتلتيكو لابد نعرف نتسم بالحياد ولابد ان نتسم بالموضوعيه والعقلانيه ولكن قد وجد في لحظه عن طريق الهجوم يتقدم يمشي فما خطف ورقه صفراء اول بطاقه على سيرخي بوسكيتس في مباراته رقم 500 بالبلاوغرانا ولو اليوم بالاحتياطي الاصفر ينال البطاقه الصفراء الاولى في الكلاسيكو فمشكلو الكرة الثابتة خطورة والرأسية والخطأ موجود الدفاع البرشلوني يستفيد من الفاول ماذا في جرابي ليضيف من الأرقام صراحة يعني ليس السر ولكن البيستوليرو يمشي بكرة والركنية أو أتلتيكو الآن في الفترة هذه ترجع على خطة وتمشي على ورقة تمشي على الصفرة فمش كلام ورقة صفراء هذا ما يتمسش يقول له الحكم خيسوس خيل على فكرة هو اسمه هو على رئيس تاريخي لفريق أتلتيكو مدريد لكن اليوم تغيب عنه الروعة للحظة يمشي ميسي حتى بعيدة ليتواصل غياب الامتاع عن راقص التانجو في ليلة غياب الرقص بتاع تيكي تاكا واللعب الجميل المباراة تحطها 3 نقاط للبرسا قبل ما تبدأ مازالوا هما جايين في الحافلة وتحط 3 نقاط في الرانكينج لبرشلونة شو طول انتهى الجمهور يزفر مجاش ودفع تذكرة لهذه الفرجة ولكن نحن في القمة هنا على بين سبورتس نواصل الاستمتاع والانتظار لقمة طول كوكي ليمار كوستا وغريزمان وياسي 1-2 كورة ممتازة على القائم الثاني خطيرة وبرافو فيليب لويس يمشي ميسي حاول يعمل حل فردي ما تقدرش تشق هذا الدفاع هذا الوسط حقيقة الدفاع أيضا مدرسة صحيح الكل نحب اللعب الهجومي والفيستيفال القليلة والأولى اللي يوصل الفريق البرشلوني الهجوم المساعد يقول خطأ جود كوستا واحتجاج لمدرجات المتروبوليتانو يمشي بالكرة ما يعديش كوستا يرجع كوستا وبرافو كوستا جاب تمس هدف محقق وبلاك ولكن البرسا باش يوصل يمشي ميسي وضرب كرة كورنر الضرب ولا يكبر والضرب بدا اكثر والبرسا يقرب الدفاع يواصل الصمود يمشي سواريز عند لويس يمشي لويس يقاتل لويس وبرافو برافو الفرنسي الرونديز ركنية رابعة تقريب للبرسا يمشي لويس سواريز لويس عدى ولكن اوبلاك قبل الجميع غريزمان زاد راب غريزو عرضيه جول سياغو كوستا يا الله اخطر كوره في الماتش كانت لاتلتيكو ونتكلم على جيفارا ثورج الملاعب العالميه دييغو سيميوني كاد يخطفهم رد بالك رد بريس كنترول يمشي لويس والركنيه يا لويس ركنيه للملك لويس ورا للاوروغواياني السلاسل كان يلعب في الناسيونال فما الناسيونال هذه خطيرة للويس سواريز لويس سواريز رجع كورة والدفاع ترجع كورة من ركنية كورة ثابتة وينو برافو يان الانطلاقة من سيميدو ضايعها سيميدو وخطأ لأتلتيكو مدريد ورقة صفراء ممكن جديدة في الطريق على سيميدو يوصل ليان بلاك تمع في الماتش وقال علي وعلى اعدائي يلا ديمبلي شاف البرسا هجوميا عاودكو مدريد يلعب كره غريزمان خطيره بالراس كره من فيدال وكره في لمسه يطالبون بالفار شوف الفار الحكم ماذا قرر سيكلمونه اهدوا الان سيكلمونه اذا فيها شيء اذا ما فيها شيء قول العب هنا الصورة احنا نكتشف الامر في الريبلاي فما لمسة يد من فيدال لكن ايديه قريبة ايديه طالعة لكن
يلزم يشوف الفار ترى على الطريق أم لا. هنا القرار قال قال العب قال العب. أرسال كرة لفريق أتلتيكو مدريد وخطأ. انتصار تاريخي أم لا. يمشي القائد كوكي هذه اختيرة تخوف بالرأس حد. ما تغلطش الأعداد ربما واحدة فايدة جول والهدف الأول ربما واحدة حاسمة 1-0 دياغو كوستا 1-0 دياغو كوستا. هذا حترسي هذا خياط هذا يخيط فيها بالدقيقة بالثانية. عمري ما شفت عمري ما ريت عمري ما علقت عمري ما حكيت عمري ما رويت على مدرب مثل سيميوني يعمل أكثر من 100 بلان للماتش. دياغو كوستا غدار دياغو كوستا قناص 1-0. قلت لك ما يهمش العدد ما يهمش العدد. برشلونة يخسر المباراة الآن بسبب نجاح البلان بتاع سيميوني. قلت لكم خرجوهم نرفزوهم طلعوهم المباراة وبعد يضربها كوستا وشتاغن يوصل على الهدف. السنتين الآن يخرج أرتور ويدخل ديمبلي الآن يدخل ديمبلي يمشي يستفيق 1-2-3 حاط الكرة حصل الفاول برشا خبط برشا كامل سلاستي أوروغواي جابها الميسي حطها الميسي منحها الميسي تصرف يا ميسي. كان مدافع في العرين يمشي كرة ليونيل ميسي حتى له لا سهلة عادي لا عادي يا ميسي سهلة برشا. سيميوني سيميوني 16 نقطة فارق نقطتين للأتلتي أتلتيكو يشد المركز الأول باش تصلك يا شتاغن ثبت أقدامك ثبت يديك حتى له لا كورة برا من هنا المشكل في العشب لا غير عشب الأخضر من الكالديرون من سنين يا المدريد. خطأ وانذار خطأ وانذار على اللاعب رودريجو اللاعب رودري إلى بلويس ورقة صفراء يمشي ميسي تضرب في الجدار وخرجت يمشي ميسي ما زالت هي 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 مش ممكن التعادل هي 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 هدف التعادل. عثمان 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 تسلم ساقك يا عثمان عثمان ديمبلي يسجل في 90. لا فوز يا سيميوني لا خسارة يا برشلوني بعادات الماضي بإرث الماضي بالماضي القديم المتجدد المتكرر. عثمان ديمبلي جابها سيميوني سبهم 1-1 في قلة التركيز بعد 90 هذا البرشلونة أتلتيكو جابها يمشي بالكرة بابا بابا ورقة 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 رافينيا رافينيا في أنا ولا في برشلونة يقول رافينيا في أنا ولا في برشلونة لأنه لو هرب يعني الموضة العالية جدا العالمية لا عاد هارب وحدك ما عملهاش دياغو في التوب متاعه والنتيجة 1-1 عادلة عادلة عادلة. يا كوستا قربت يا كوستا قربت يا كوستا يا كوستا يا كوستا ولكن فالفيردي تعادل غاضب جدا. دياغو سيميوني هي مباراة دياغو كوستا من أجل دياغو سيميوني ولكن ليونيل ميسي العب للأسمراني أسمر يا أسمراني من الساك على أوبلاك غريزمان ما تغلطش الأعداد ربما واحدة فايدة جول والهدف الأول ربما واحدة حاسمة 1-0 دياغو كوستا 1-0 دياغو كوستا. هذا حترسي هذا خياط هذا يخيط فيها بالدقيقة بالثانية. عمري ما شفت عمري ما ريت عمري ما علقت عمري ما حكيت عمري ما رويت على مدرب مثل سيميوني يعمل أكثر من 100 بلان للماتش. دياغو كوستا غدار يمشي ميسي ما زالت هي 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 مش ممكن التعادل هي 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 هدف التعادل. عثمان 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 تسلم ساقك يا عثمان عثمان ديمبلي يسجل في 90. لا فوز يا سيميوني لا خسارة يا برشلوني بعادات الماضي بإرث الماضي بالماضي القديم المتجدد المتكرر. عثمان ديمبلي جابها سيميوني سبهم 1-1 في قلة التركيز بعد 90 هذا